السلام عليكم، أحسنت أشرح هاي النوعية من الأسئلة. طبعا هاي النوعية من الأسئلة مش صعبة أبدا ولا أي فيها أي نوع من الصعوبة. بكل بساطة عندنا هذا السؤال بيقول إذا كابل أم قيمته 16 بعمل لي بندنج على البيم of the cross shown in the height، بيقول لي forming angle beta with the vertical، determine the stress at point A, B و D. طيب سؤال سهل، بس السؤال معطيني السكشن انه W 310 38.7، هذا شايل الفكرة عشان نجيب الاي اكس والاي واي. تمام، الاي اكس والاي واي. هسه الفكرة انه انا السكشن تبعي لو بدي احسب له اي اكس واي واي يكون شكله هيك. تمام، بس هو شكله مش هيك، هو مايل. فالميل هذا له تأثير، له تأثير. تأثير اولا انه النيوترال اكسس بصير مايل. تمام، ثانيا انه انا بدي احلل. كيف انا بدي احلل؟ راح اضطر احلل المومنت 16 لكوساين وساين. كيف؟ انا عارف انه هاي الزاوية مع واحد ثاني عمودي عليه هي 90، فاذا هاي 15 بتكون هاي الزاوية 15. فاول شغلة ان صار عندي مومنت زي هيك ومومنت ثاني زي هيك، هذا على اي اكس بسميه كانه الكتاب اي واي، وهذا على اي واي بصير اسمه اي زد. هاي راح يصير عندي كوساين 15 هي زد واي، حيث زد هي اللي زي ما حكيت لكم، هاي زد وهاي واي سماها الكتاب. تمام، طيب عملنا هذا الشيء. بس ما بدي باين المشكله، بس الستريس المطبق قانون الام على اس او الام سي على اي ما راح تفرق معي، وموجب وسالب ما هو خلص مبين. اذا انا بدي الستريس عند الاي فانا عندي الام اللي هون بيعطيني سالب والام اللي هون بيعطيني موجب، صح ولا لا؟ ايوه، ام واي، ام واي عوض موجب زي ما قلت، وام زد عوض ايش؟ سالب. تمام، ما ليش بقى ليش بقى انا بالسلافة، انا ما ليها بقى السلافة. هاي ستريس اي، لا ليش وين ستريس اي؟ السؤال محور مخربط، مش مشكلة. ستريس اي، هاي ستريس اي، الاثنين بيعطوني ايش؟ بيعطوني تنشن. ليش؟ لانه هذا السهم، هذا السهم تنشن وهذا السهم تنشن. تمام، بالنسبة لإي تمام، فهي الستريس سالب، السالب موجب وهنا موجب، فبالتالي هذا على الستريس. أنا ما إلي بهذا الشيء أبدا أبدا، قلت لكم أنا ما إلي بهذا الشيء، أنا إلي بقانون الزاوية اللي هون. لو طلب الزاوية، لو طلب الزاوية اللي بتعمل لي، اللي بيعمل لي إياها المحور مع النيوترال أكسس، بقول لك احفظها حفظ، يعني أنا بعطيك طريقة لتحفظها، واللي هي بكل بساطة بتطلع عندي انا الزاويه 15 معطيني اياها مع مين؟ بدي اسمي لكم انه هاي واي. تمام، معطيني اياها مع واي، فبالتالي مباشره بقول لكم طبقوا القانون التالي اللي بيحكي لي تان الفاي، تان زاويه اسمها فاي بيساوي اي واي او اي زد على اي واي. تمام، في تان مين؟ تان الزاويه، هاي الزاويه سموا لي اياها ثيتا. تمام، تان الزاوية ثيتا، طبقوا لي هذا القانون. بعدين بطلع الزاوية بحمل تان انفرس لهذا الاشي بتطلع معي فاي، بقول لكم بعدين الزاوية اللي بده اياها هي فاي ناقص مين؟ الزاوية اللي بده اياها فاي ناقص ثيتا، فاي ناقص ثيتا. يلا خلينا نطبق الاشي هذا، اي زد على اي واي زي ما قلت لكم، الكتاب بسمي هذا زد وهذا واي، يعني انا لما اروح على الكتاب بجيب السكشن هذا بجيب الاي اكس على اي واي. هيو هاي الاي اكس بجيبها من الجدول بس هو سماها زد زي ما قلت لكم، وهاي اي واي، يعني اي واي نفس المسمى تبعها الاصلي. هيو ها، دائما اي زد على اي في تان ثيتا، اي زد اللي هي اي اكس والاي واي اللي هي اي واي في تان الزاويه، بعدين تطلع معي زاويه، بعدين بطرح 72 من الثيتا اللي بالسؤال بعطيني اياها. طيب لو فرضنا، لو فرضنا كالتالي انه ما اعطاني اياها مع محور واي، اعطاني اياها مع محور اكس. هسه هاي القوانين اذا اعطاني اياها انه الزاويه هاي مع المحور هذا مع مين؟ مع واي. طب نتخيل انه اعطاني اياها مع اكس، بتغير عندي شغلتين، اول شيء بطبق القانون نفسه او بقلبه. كيف يعني بقلبه؟ لا بديش تقلبه، خلص تعودوا على الطريقه اللي اعطيكم اياها، اي زد على اي واي، بس ايش؟ في تان التسعين ناقص ثيتا، تسعين ناقص ثيتا، ثيتا اللي هي 15 حسب مسألتنا، بعدين بحكي الفا بتساوي ثيتا
ناقص 90 ناقص ثيتا. يلا خلنا أورجيك هذا الحل، بس احفظوه حفظ، احفظوه حفظ بتكون كل الأجوبة. هاي المسألة الأولى اللي حكيتها أنا. أوكي، إلى المسألة الثانية، معطيني هاي العشرين مع مين؟ هاي معطيني مع محور إكس، كيف عرفت؟ قلت لكم أنا ها خلني أمسح هذا الشيء. قلت لكم أنا إنه هذا المحور هو يعتبر محور إكس الأصلي، وهذا المحور يعتبر محور واي الأصلي. فبالتالي هو معطيني إياها مع مين؟ مع إكس. طيب لما يعطيني إياها مع إكس شو بسوي؟ طبق القانون اللي قلته قبل، القانون الثاني. هيو هاي القيم مع إكس. يلا أي زد، أي زد مين هي؟ اللي هي أي واي، أي إكس اللي بجيبها من الجدول. وأي واي هي مين؟ 1.8 بحكي 22 1.8 في تان 90 ناقص 20 اللي هي تان 70. بعدين الجواب اللي بيطلع معي هاي فاي مش ثيتا. الجواب اللي بيطلع معي من فوق بطرح منه مين؟ 70. يلا شوفوا اي زد على اي واي في تان 90 ناقص هاي، بعدين طرح الرقم اللي طلع معي طرحه مين؟ من 90 ناقص ثيتا اللي هي 70. يلا شوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده اللي بعده معطيني اياها مع محور واي. يلا هذا محور واي الاصلي وهذا محور اكس، قصدي المحور المائل. فبالتالي راح اطبق القانون اللي فوق، بحكي بطلع اي زد للشكل اللي هي اي اكس فعليا على اي واي، بطلعهم من الجدول سي 50 هاي من الشكل هيو. هاي اي واي سماهم هاي اي زد زي ما قلت لكم، اللي هي اي زد على اي واي زي ما حكيت انا، اللي هي اي زد اللي هي الخمسة على البونت 2 اضرب في تان مين؟ تان الخمسة. ليش؟ انه اعطيني الزاوية مع واي. وبعدين بس خلصت راح الزاوية طلعت معي ناقص 5. يلا السؤال اللي بعده، هذا السؤال معطيني 30 مع واي، فبالتالي بحكي اي زد على اي واي 196 على 281. هيو 176 على 281 في تان الزاوية اللي معطيني اياها، بطلع الزاوية من تان انفرس، بعدين بحكي الزاوية اللي معي كانت الزاوية 19 ناقص 30، طلعت الزاوية معي سالبة. بس اهمل الإشارة، بس اهمل الإشارة ولا ضيع وقت ولا على بالك، أصلا المفروض إنها تطلع أكثر من هيك، ما بعرف ليش طلعت هيك، مش مشكلة. اللي بعد معطيني هاي 45 مع محور، فعليا مع محور إكس الأصلي، فأنا بحط هون أي زد على أي واي في 90 ناقص 45. شوفوا اي زد على اي واي في 90 ناقص 45 هو اعتبرها سالب، انتم ما في داعي تعتبروها سالب، عوضوا القانون اللي اعطيتكم اياه. اي زد على اي واي في 90 ناقص 45، بعدين بحكي الزاويه اللي طلعت معي ناقص ال 45 بيطلع معي نفس الجواب هذا بالملي. جربوه امانه، اللي بيحضر الفيديو جربوه ويرد لي خبر. هذا نفس الفكره، معطيني 20 مع محور واي، فبحكي اي زد على اي واي، اي زد على اي واي حفتان ال 20 اللي باخذ القانون اللي فوق، بعدين بحكي الزاويه اللي طلعت معي ناقص 20. هي اي زد على اي واي، وهذا نفس الشيء، خلاص صارت كل الافكار جاهزه. يعطيكم العافيه.